نروح بقى نشوف بعدها مسابقه 2003، نروح نشوف يعني مع بعض نتائج الاسبوع وايضا فوز النادي الاهلي في الاسبوع الثاني على غزل المحله. الاسماعيلي فاز على كوكاكولا 3-1، فوز المقاولين 3-1 على فاركو، فوز امبي 3-1 على الاتحاد، وفوز الاهلي بسداسيه 6-0 على غزل المحله، وفوز بيراميدز 3-1 على الشارع الدخان، وفوز الجونه 1-0 على سيراميكا، والتعادل الايجابي طلاع الجيش مع المقاصه 2-2، وفوز الزمالك 4-1 على المصري، وفوز سموحه على البنك الاهلي بنتيجه 2-1. نشوف مع بعض اهداف فريق 2003 وفوز كبير 6-0 على غزل المحله على ملعبه.